مع كل حرب تندلع بين إسرائيل وحماس يبرز مصطلح محيط غزة كهدف عسكري للصواريخ الفصائل الفلسطينية، فما أهمية هذه المنطقة؟ نتابع. عقب انسحابها من قطاع غزة، أنشأت إسرائيل منطقة عازلة على طول الحدود البرية للقطاع، وبقيت عشرات المناطق القريبة منه التي يطلق عليها الآن محيط غزة. ارتفع عدد الإسرائيليين في هذا المحيط من نحو 42 ألفاً عام 2009 إلى حوالي 55 ألفاً عام 2019، بزيادة قدرها 3.6% وفق تقرير سابق لموقع جلوبز الاقتصادي الإسرائيلي. هذا المحيط يتكون من 3 مجالس إقليمية تابعة للحكومة الإسرائيلية، وهي مجلس أشكول، ويمتد على مساحة 380 كيلومتراً مربعاً، ويسكنه أكثر من 13 ألف إسرائيلي، والثاني مجلس أشكلون، ويقع على 175 كيلومتراً مربعاً، ويعيش فيه حوالي 17 ألف إسرائيلي في 4 مناطق، والثالث مجلس شاعر هنيغف، ويمتد لمساحة 180 كيلومتراً مربعاً، وفيه 11 منطقة يعيش فيها أكثر من 7000 إسرائيلي. تشكل هذه المناطق في نظر الفلسطينيين خاصرة هشة وضعيفة لإسرائيل، إذ تعد هدفاً سهلاً لصواريخ الفصائل التي كان لا يتعدى مداها كيلومترات معدودة قبل أن تطور ترسانتها الصاروخية لتصبح أبعد مداً وأقوى تأثيراً. عام 2022 خصصت وزارة الدفاع الإسرائيلية 57 مليون شيكل لحماية الإسرائيليين في محيط غزة وخاصة في سديروت، وذلك على خلفية نجاح شظية صاروخ للفصائل الفلسطينية باختراق شقة سكنية ما أدى إلى سقوط إسرائيلي. أبرز التفاصيل عن قطاع غزة من حيث الجغرافيا والديمغرافيا وواقع الاحتلال والسيطرة مشاهدين الكرام، نتابعه في هذا التقرير. في هذه البقعة من الأرض يقع قطاع غزة المحاصر، القطاع الذي يمتد على مساحة 361 كيلومتر مربع بعرض يتراوح ما بين 6 إلى 12 كيلومتر وطول يصل إلى 41 كيلومترا، يقع في المنطقة الجنوبية من السهل الساحلي الفلسطيني على البحر المتوسط، ويحده من جهة الشمال الشرقي شبه جزيرة سيناء المصرية. يوجد نحو 44 تجمعاً فلسطينياً في القطاع المنقسم إلى 5 مناطق رئيسية هي شمال غزة وغزة والوسطى وخان يونس ورفح. على هذه المساحة يعيش نحو 2,300,000 نسمة حسب أحصاءات 2022، فيما يعاني نحو 64% منهم من الفقر ونحو 33% منهم من الفقر المدقع، وسط انعدام في الأمن الغذائي تعاني منه 6 عائلات من كل 10 عائلات في القطاع. وفق الهدنة العربية الإسرائيلية عام 49 أصبحت غزة ضمن نطاق سيطرة مصر بعدما لجأ إلى القطاع الكثير من لاجئي عام 48 عقب الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين الذي عاد واحتل القطاع عام 67 قبل أن يسدي إلى السلطة الفلسطينية إدارته تطبيقاً لاتفاق أوسلو عام 93. لكن الاحتلال الإسرائيلي ظل قائماً للقطاع حتى عام 2005 قبل أن تدخل حركة حماس في صراع مسلح مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتعلن سيطرتها الكاملة على القطاع عام 2007 لتبدأ مرحلة الانقسام الفلسطيني. عمدت إسرائيل ما بعد الانسحاب عام 2005 إلى البدء في إنشاء منطقة عازلة بين القطاع وما يعرف حالياً بمنطقة محيط غزة، والتي يصل عدد قراها إلى نحو 50 وتحكمها 3 مجالس إقليمية تابعة للحكومة الإسرائيلية، وهي أشكول وأشكلون وشعر هنيغف. وتسعى تل أبيب من وراء بناء هذه المدن والقرى إلى منع أي اتصال جغرافي مستقبلي مع الضفة الغربية يسمح بقيام دولة فلسطينية حسب ما تقول التقارير.